اولاد وبنات جريد 4، اتمنى تكونوا كويسين واتمنى تكونوا ذاكرتوا الليسن اللي فات كويس جدا. النهارده هنتكلم عن ليسن 4. ليسن 4 بيتكلم عن كذا حاجه، اولهم هاو فيش بريس، ازاي الفيش بتتنفس. فلو انا مثلا زي ما احنا شايفين كده اهوت بعوم تحت الميه، هتنفس ازاي؟ او هل هقدر افضل قاعد تحت الميه واتنفس عادي؟ human can stay and breathe under water all the time، يعني طول الوقت؟ طبعا غلط، صح كده؟ الانسان ما يقدرش. ليه؟ علشان هو ما عندوش حاجات تقدر تساعده ان هو يقدر يتنفس ايه تحت الميه، الا لو كان استخدم equipments معينه تقدر تساعده ان هو يتنفس تحت الايه تحت الميه. طب بالنسبه للفيش، قالك الفيش can stay and breathe under water all the time، طبعا صح. ليه بقى؟ تعال نشوف الاستراكشر بتاع الفيش علشان نعرف ازاي هي بتعمل ادابت تحت الايه تحت الميه وتقدر ايه تتنفس عادي وتعوم كويس. unlike human الفيش don't breathe using lungs، الفيش ما عندهاش lungs زينا، ما تقدرش تتنفس بيها، لكن عندها ايه بقى؟ but they have حاجه اسمها gills، gills to breathe. gills دي يعني الخياشيم بالعربي، فربنا مديها حاجه اسمها ايه جلز. طب الجلز دي بتعمل ايه؟ قالك الجلز دي نعتبرها الاول ان هي as a unique structure ايه adaptation. طبعا ليه بقى؟ لان هي حاجه في تركيبها، صح، حاجه في التكوين بتاعها، يبقى ده نوع من الاستراكشر ايه adaptation that allow fish to live in and breathe under ايه water، بتساعدها ان هي تتنفس ايه تحت الميه. الجلز are found on both sides of fish heads، يعني او في الناحيتين من الوش بتاعت الفش هتلاقي في ايه في جلز، يعني من كل ناحية من هنا من الوجه بتاع الفش هنلاقي في ايه في جلز. طب ازاي بقى الفش بتتنفس تحت الايه تحت الووتر؟ قالك ايه؟ الووتر انتر ذا ماوس of the fish and pass across the gills، يعني اول حاجه واول مدخل للووتر بيكون من الماوس بتاع مين؟ بتاع الفيش، وبعد كده يعدي على ايه؟ يعدي من الايه من الجلز دي. طب الجلز بقى بتعمل ايه ساعتها؟ قالك ان هناك في blood vessels inside the gills carry oxygen gas to the rest of the body and release the carbon dioxide ايه gas، يعني الجلز ده هي تبدا فيها جواها blood vessels، احنا عارفين blood vessels اللي هي الاوعية الدموية، تبدأ تعمل ايه تاخد الاكسجين. طبعا هي اصلا الفيش هتتنفس ايه اكسجين، صح، وساعتها هتطلع ايه هتطلع كربون دايكسيد. يبقى هي بتعمل ايه؟ هتعمل تاخد الاكسجين من الووتر ويتوزع على باقي الجسم عشان ايه لو هو محتاجه، وتطلع الايه الكربون ايه الكربون دايكسيد. الفيش need clean water to survive and as we need to breathe clean air to stay healthy، يعني زي ما انت عايز clean air عشان تتنفس هوا نظيف، كمان الفيش محتاجة clean water، مية تكون نقية ونظيفة، صح كده؟ فلما نيجي نعمل هنا مقارنة بين الهيومن respiratory system والفيش respiratory system، طبيعي في تشابه وفي ايه في اختلاف. التشابه ان هي انهيل بتتنفس ايه اني جاز، طبعا الاكسجين ايه الاكسجين جاز، ماشي. طيب اكسهيل ايه؟ يعني هتطلع طبعا الايه الكربون دايكسيد جاز. ده ايه؟ دي حاجه سيميلر ما بيننا وبين الايه بين الفش، يعني احنا كل living organisms بيتنفس الاكسجين ويخرج مين الكربون ايه دايكسيد. طيب مين اللي كاري الاكسجين جاز to all the body parts، مين اللي بيحمل الاكسجين ويوديه كل اجزاء الجسم؟ طبعا مين؟ طبعا البلد. طيب الحاجة بقى المختلفة difference ان الهيومن have ايه to inhale، عنده ايه عشان يتنفس؟ طبعا عنده lungs، صح، لكن الفيش عندها ايه؟ عندها الجلز. طب انا باخد الاكسجين منين؟ باخد الاكسجين من الاير، لكن الفش بتاخد الاكسجين منين؟ من الووتر. فهمنا كده الحاجات السيميلر وحاجات الديفرنس ما بيننا وبين بين الفش. طيب نيجي للصح وغلط. the importance of gills to fish is like that of the lungs to human، يعني اهميه الجلز للفش زي اهميه اللنجز للهيومن، طبعا ايه صح.
الأكسجين gas reach all parts of the fish body through the blood vessels present in its gills. يعني الأكسجين بيوصل لكل أجزاء الجسم بتاع الفش عن طريق blood vessels اللي موجودة فين؟ في الجلز. طبعا برضو صح. الكربون دكسيد is harmful for both human and fish. الكربون دكسيد ضار لكل من الفش والهيومن. طبعا برضو صح، هو ضار جدا وعشان كده لازم ان احنا ايه نخرجه. طيب الطيب of adaptation اللي في الفش gills is considered behavioral adaptation. هل الجلز ده هي تعتبر behavioral ولا structural؟ طبعا structural، يبقى دي ايه غلط. فهمنا كده؟ طيب هنيجي بقى النقطة تانية اسمها الهيومن تشينج the environment. عايزين نعرف ان الهيومن ازاي بيأثر على الانفايرومنت. قالك الهيومن اكتيفيتيز كوز تشينجز اور امباكتس ان ذا ايكوسيستم. طبعا احنا عرفنا خلاص ايكوسيستم، وانه يعني ايه ايكوسيستم؟ يعني اي مكان فيه ليفينج اورجانيزمز ونون ليفينج ثينجز. سو اورجانيزمز ويل هاف تو ادابت ذيز تشينجز تو ايه تو سيرفايف. عشان كده لازم الاورجانيزمز تعمل ادابت على التغييرات اللي هو بيعملها. طب الانسان ده هو حضرته بيعمل ايه؟ اول حاجه cutting down forests، بيقطع الايه الغابات، بيقطع الاشجار. طب ليه بيقطع الاشجار؟ هو بيقطعها بكميات مهوله كتير جدا علشان خاطر يستخدمها في التصنيع الحاجات الايه اللي معموله من الايه من الود. تاني حاجه farming and clearing lands، بيعمل ايه؟ بيقعد يشيل الايه، يجرد الارض ويشيل الايه الزرع. building communities instead of grasslands، يعني بدل الارض ما يزرعها وتبقى خضرة وتبقى فيها اعشاب وحاجات زي كده بيبني مكانها. بعد كده introducing plants and animals into the environment that were never part of the ecosystem، يعني ممكن يزرع او يحط الانيمالز في مكان في بيئة غير البيئة ايه غير البيئة بتاعته او مش في مكانها. بعد كده بيعمل air pollution طبعا that is caused due to exhausted اللي هي ايه from cars and some factories. طبعا الكار واحنا عارفين طبعا بتطلع ايه exhausted، يعني اللي هي العوادم والفاكتورز برضو، كل ده بيعمل air ايه air pollution، فاحنا مش عارفين نتنفس. بعد كده بيعمل water pollution that is caused due to bad habits such as throwing wastes، برمي الحاجات الفضلات material to waterways and and soil. طبعا حتى لو انا رميت في المية، المية دي بتروح مسيرها تروح لمين؟ عند السويل، فبرضو بتعمل ايه؟ ممكن تعمل سويل بوليوشن. اوكي، فكل الحاجات ده هي activities الانسان بيعملها طبعا بتأثر على الايه على البيئة. اللي changes resulted from human activities can cause the disappearance or extinction of plants and animals that once lived in a in an environment. يعني ممكن تعمل اختفاء او انقراض extinction يعني انقراض disappearance يعني اختفاء لبعض انواع البلانتس او الانيمال اللي موجودة، لان هي هتتأثر طبعا سواء بالair pollution او water pollution او انت حطيتها في بيئة اصلا هي مش هتقدر تتكيف معاها وهكذا، فده كده هيأثر عليها فيؤدي لها ان هي ايه ممكن تختفي او تنقرض. فبيقولك مثلا give reason، بالرغم من the air والwater والsoil get polluted as a result of human activities the plant and the animal can survive. the animal والplant ممكن ايه يقدر يعيشوا. طب ليه؟ قالك ان some animal can survive by moving to another ecosystem. يعني ممكن مثلا انت الانيمال ده معيشه في الايكوسيستم ده مش قادر يتكيف او مش قادر يعيش في المنطقه دي، فيعمل ايه؟ يبدا يتنقل لمكان ايه لمكان تاني يقدر يعيش فيه to find what they need، الحاجة اللي هو ايه محتاجها، المأوى اللي محتاجه. البلانتس depend on their seed to land in their better place for them to survive and ايه and grow. برضو بتعتمد على ايه السيد بتاعتها ان هي تقدر تلاقي مكان كويس ان هي تقدر ايه تعيش وتطلع ايه وتكبر فيه. فهما ممكن يعملوا adaptation في المكان ده هوت حتى لو كان فيه ايه air water وsoil ايه pollution. قد يكون يعني ممكن، لكن بعض طبعا الحيوانات او بعض البلانتس ممكن قد ان هي تعمل ايه disappearance او extinction ان هي تنقرض او ايه او تختفي. طب هل التأثير ده بيبقى ليه تأثير على الانسان؟ قالك as human activities have negative effect. يعني ايه negative effect؟ يعني تأثير سلبي. زي ما ليه تأثير سلبي على الانيمال والبلانتس برضو ليها تأثير على مين؟ على الهيومن.
طب زي ايه مثلا؟ قالك ممكن يعمل دامج لللنجز، يعني يدمر الرئتين. طبعا احنا بنتأثر جدا طبعا بالاير بوليوشن، فيعمل ايه دامج لمين؟ لللنجز. في حاجة اسمها اسما او breathing difficulty، يعني صعوبة في التنفس، مش هقدر ايه اتنفس كويس. او heart disease، يعني في مشاكل ايه للقلب. ففي دول من ضمن الحاجات اللي هي negative effect للهيومن ايه activities، من الانشطة اللي الانسان بيعملها ممكن تأثر على الانسان بالطريقة دي. ال water pollution makes the human hard to find clean drinking water. طبعا لما بعمل تلوث للمية، ماشي، في صعب جدا ان انا الاقي مية نظيفة ايه اقدر اشربها. طيب ال air وال water وال soil make the crops can't grow، ممكن يخلي فيه محاصيل ما تقدرش تكبر، ما تقدرش تنمو. ال air pollution او ال smog makes the human hard to breathe، اللي هو الدخان والعوادم دهيت او الاير بوليوشن، تلوث الهواء، ممكن يخلي فيه صعوبه في التنفس. تمام. البيبل ليف ان سيتيز، اللي عايشين في المدن، ذات هاف هاي اير بوليوشن، اللي عندها هاي اير بوليوشن عالي جدا، ماست تشينج زير لايف ستايل تو ديكريز الاير ايه بوليوشن، لازم يعدلوا في اللايف ستايل بتاعهم، يعني طريقه الحياه بتاعتهم والعيشه بتاعتهم اللي هم بيسلكوها عشان خاطر يقللوا من الاير بوليوشن. يعني انا ممكن استخدم بنزين يكون مثلا نقي شوية، اقلل من العودة من السيارات ده هي، ازرع اشجار كتير، في طرق كتير قوي ان انا اقلل بيها الاير بوليوشن. فلازم الانسان يغير من الايه من اللايف ستايل بتاعه عشان يقدر يحافظ على الايه على البيئة. طب تاني، يبقى ايه الرول بتاعة الهيومن عشان خاطر ريستور، يعيد تاني الايكو سيستم يكون كويس او يحافظ عليه. As a human can cause harmful change، يعني لو زي ما هو بيقدر يضر ويعمل تغييرات مضرة، they can help restore their ecosystem. طب ازاي؟ قالك اول حاجة replanting the cleared forests، يعني زي ما انت بتقطع الاشجار دهيت، تقدر تاني تعمل لها replanting، تقدر تزرعها تاني. removing the pollutant from air of air and water، يعني اشيل الملوثات اللي بتسبب بتلوث الاير والووتر. preserving plants and animal in this ecosystem، احافظ على البلانتس والايه والانيمال في الايكو سيستم ايه بتاعه. تعالوا نختبر نفسينا كده. الووتر بوليوشن افكت فيش بات دازنت افكت هيومن اند بلانتس، الووتر بوليوشن بيأثر على الفيش لكن ما يقدرش يأثر على الهيومن والبلانتس. طبعا غلط، هو بيأثر على كله لان هو بيضر كله، لان الووتر اصلا لو هو ملوث هيروح للسويل، فالبلانت هيأثر على البلانت، والهيومن اصلا بياكل برضو البلانت وبيشرب الووتر، فهيأثر عليهم عليهم كلهم. الهيومن ماست كيب اير اند ووتر والسويل كلين، طبعا صح، لازم نخلي الووتر والاير والسويل ايه كلين عشان نقدر ايه نعيش. كده احنا خلصنا ليسن 4، هو سهل جدا جدا جدا، مجرد بس ان احنا نعرف ايه هو ايه هي الفيش وازاي بتتنفس ومقارنتها مع الهيومن، وازاي الهيومن اكتيفيتي بتأثر على البيئة، وازاي نحافظ على الايه البيئة من التلوث. ربنا معاكم، باي باي.